هو من المعالم فندق نينوى أوبراوي، من المعالم بالموصل. أنا شفت هذاك اليوم مسيجة كأنما مقر عسكري، ما عرفت شنو بالضبط. بالضبط، لأن المستثمر ماكو يعني معقول هذه الأنظمة ووجدت هذه القوانين، قوانين الاستثمار وقوانين العقوبات وقوانين السياحة كلها ما طاقت أنه ترعب أو تردع هذا المستثمر اللي ماخذ الفندق بصفقة. المفروض اليوم النزاهة تيجي. شو مسوي؟ شو مسوي هذا الفندق؟ شو مسوي ماخذ صفقة؟ شو مسوي؟ استثمار بال 2011 و 2012. استثمار شنو يعني؟ شو يريد يسوي؟ يسوي مول أو شنو؟ استثمار بالعالم 99 سنة ماكو. نعم؟ يعني ماكو أكد رقم. شنو الرقم؟ شنو صقر ما سمعتك؟ شو يريد يسوي هو؟ مستثمره شنو؟ 2010 و 2011 99 سنة استثمار. أوف. ماكو أكد شيء. يعني مساطحة قرن. نعم. فهو يقول لك أنا يا ضبطوني تعويض مبلغ خيالي ما أتذكر بالضبط، ما أريد أذكر رقم حتى لا أكون يعني يا أنا ما فتح بكيفي، أنا حر. هو يعني بالوضع الطبيعي هو حر، لكن تعال أنت بابا من انطاك 99 سنة؟ هاي أول نقطة. ثاني نقطة، اليوم الوضع اللي مثل ما يقولون أكو أمور يعني المفروض القانون يدحق له. والله هذا خوش موضوع نسوي عليه فد استقصاء يعني تقرير. بالضبط. والله أسوي أنا أريد أشوف هذا منو المستثمر ماخذ فندق الموصل 99 سنة، وين أكو هيك شيء؟ قطعة أرض في كرادة وصارت شارع صار له سنين. اليوم المصلحة العامة، القاضي مباشرة والمحكمة والقضاء يجي يقول لك المصلحة العامة أهم من عندك أنت كفرد، فوق كل ممكن أعوضك بالمعقول. بالضبط. بالمعقول. أي.